ايه العكاوي دي اللي هي يعني جمع عكوة. العكوة دي اللي هي ديل الحيوان، ديل العجل، تمام؟ بيتسلخ بقى وبيتوضب كده، بيبقى عامل ليه فقرات كده زي فقرات الظهر كده مثلا يعني. الفقرات دي بقى بتتقطع كده وتبقى ايه؟ العكاوي، تمام؟ وبتتباع بالعكوة على طول كده، بتجيبيها عكوة على بعضها حسب بقى وزنها، وبنجيبها نديها شطفة خفيفة تحت الحنفية وبنسلقها. بنسلقها ازاي؟ مية سخنة على النار، فيها حبهان ورق لورا، مستكة، بصلاية. أول ما تغلي هننزل بالعكاوي الحلوة دي، زي ما انتوا شايفين بصوا عبارة عن فقرات، هي دي كده شكل العكاوي اللي هو الديل. لو لزقناه في بعضه كده هنلاقيه ايه، هيعمل لنا الديل في الآخر. بتبقى خطيرة، لحمة طرية وقريبة كده، يعني تخيلوا بقى الديل، الديل ده ما بيعملش بيه حاجة وبيهش بيه بس، فبيبقى اللحمة بتاعته طرية مش عضلات بقى وبتشد، لا 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 تجنن يعني. بصوا أحلى حاجة في الدنيا، خطيرة. فبنجيبها وزي ما قلت لكم شطفة تحت الحنفية، مية بتغلي على النار، فيها بصل، حبهان، ورق لورا، ملح، فلفل أسود، يا ريت لو فص ولا فصين بالكتير مستكة، ونسلق العكاوي لغاية ما تتسلق عادي خالص زي اللحمة. هتلاقيها باين جدا انها شكلها استوى واللحمه بتاعتها كده خرجت شويه من العظم اللي حواليها، يبقى كده هي مستويه وتمام، زي اللي هنا معانا مستويه اهي وخطيره. هاتولي يا جماعه شويه شوربه عكاوي عشان نحطها في الطاجن. لا دول حاطين لي الشوربه اهو، والله العظيم متشكره جدا، انا اللي مش شايفه اهو كده اتسلقت زي اللحمه بالظبط، تمام. معانا بقى شويه مكونات تانية علشان ايه ندخلها مع العكوه الحلوه دي في طاجن وتدخل الفرن. ايه بقى معايا؟ معلقه سمنه، عايزه اشوح العكوه دي في حته سمنه كده صغنونه، هتعمل لها طعم حلو قوي، مش كبيره، حته سمنه صغيره. بصلايه كبيره متقطعه مكعبات، معانا 3 فصوص من الثوم، الشرايح، ثوم الشرايح مش عشان ما يتلسعش مننا، افضل من المفروم يعني، تمام. معانا كوبايه من عصير الطماطم، ملح، فلفل اسود، معلقه صغيره من السبع بهارات، هنحتاج برده رشه من جوز الطيب، معانا كمان كوبايه من شوربه العكاوي، تمام، ورشه البقدونس دي اللي هي في الاخر بقى بعد ما الطاجن كده ايه كل سنه وانتم طيبين يطلع من الفرن وتبقى ريحته خطيره كده، نقوم نديله ايه رشه من البقدونس بس كده ولا اي حاجه. بصوا بصل وثوم ملح وفلفل، معانا شويه زي ما قلت لكم سبع بهارات ورشه جوز الطيب، حته سمنه، طماطم مضروبه في الخلاط، شويه شوربه، ولا حاجه، سهله سهله جدا. هنيجي هنا بقى في الحله، الحله الحلوه دي، ناخد حته السمنه اهو، حته سمنه كده صغنونه شويه يعني، صغنونه كبيره يعني، فاهمين انتوا طبعا فاهميني. اللي هي حتة السمنة اللي هي الصغنونة الكبيرة، ماشي. وننزل بالعكاوي المسلوقة كده، تاخد لها كده ايه تشويحة، الله المعلم عكوة الجزار اهو، هات لنا حتة اللحمة دي عشان نعمل لها اختبار مع الشوربة. كان في فيلم ايه بقى؟ يلا قولوا لي لما ننزل الفيديو على الفيسبوك، قولوا لنا في الكومنتات كان فيلم ايه. يا خبر على الحلاوه دي، استراحتها على طول. كل الناس في الكنترول عرفوا على طول اسمها، اسم الفيلم. بصل، ثوم، سبع بهارات، رشه جوز الطيب، نقلب الفيلم كان ايه المعلم حلاوة العنتبي، بس ملح وفلفل، لكن لا خلوا بالكم كده لخبطوني، المعلم حلاوة العنتبي ده فيلم والمعلم عكوة ده فيلم تاني على فكرة، لكن انا سؤالي بقى عشان ده الاصعب، انهي فيلم كان في اسم المعلم عكوة؟ بس بقى وروني مين هيعرف يجاوب، عشان انا حافظة الافلام كلها، بعمل الشاي بلبن والكيك او البسكوت واقعد اتفرج على الافلام. هنحط بقى طماطم مضروبة في الخلاط، تقريبا 4 طماطميات ولا حاجة، وعليهم كده معلقة حلوة من معجون صلصة الطماطم عشان تتقل اللون والقوام بتاع الطماطم كده،
الشكل ده. ومعانا بقى شوربه العكاوي، يلا بينا كوبايه كده ولا كوبايتين من شوربه العكاوي المسلوقه الحلوه اهو. بس كده يا عيني يا ليلي، احنا مش عايزين اي حاجه غير انها تاخد لها كده ايه غلوتين، لان طبعا العكاوي مستويه وتمام، تاخد لها كده بس تسبيكه كده، ونقوم حاطينها على طول في الطاجن ومدخل لها الفرن تحت الشوايه، بس الشوايه كده تعمل لها اللون الحلو اللي على الوش ده، ونبقى خلصنا طاجن العكاوي الجبار. ولا تقولوا لي مطعم مش عارفه مين ولا مطعم مين، هتنسفوه من كتر اللذاذه ان شاء الله. جربوه بالف هنا وشفا، واحنا هو عاملين استاذ داغر هيجيبه لكم خطير. نديله بقى رشه البقدونس اللي على الوش دي. يا ابن الايه بصوا شكله عامل ازاي، خطير. عايزين بقى انتوا تزينوه بقى بشرايح طماطم على الوش كده قبل ما يدخل تحت الشوايه، كنوع من انواع التجويع الاكتر يعني، هيبقى خطير. شويه رز بقى كده زي الطبق الحلو اللي جنبيه على طول ده، وبالهنا والشفا احلى طاجن عكاوي. جربوه قولوا لي ايه رايكم، واكتبوا لي في الكومنتات ها اسم الفيلم اللي كان فيه المعلم عكوه، مش حلاوه العنتبلي، لا العكوه. ماشي، بعد الفاصل بقى هنعمل الطحال، خليكم معانا.